نكمل اخبارنا مع حضراتكم. طبعا زي ما قلنا في بدايه الحلقه، كل سنه وكل اقباط مصر بالف خير. النهارده عيد القيامه المجيد، والرئيس السيسي بعث ببرقيه تهنئه للبابا تودروس الثاني بمناسبه عيد القيامه المجيد، وما تضمنه او مضمون ما تم الاشاره اليه في هذه البرقيه هو الحديث عن تهنئة لقداسة البابا وتهنئة للأقباط بشكل عام، والحديث عن أواصر العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في مصر. وأيضا كمان أشار السيد الرئيس وأرسل برقية تهنئة أخرى لأبناء مصر المسيحيين في الخارج، وأعرب كمان سيادته عن تمنياته ليهم بالتوفيق والسداد، ولمصرنا الحبيبة الخير والنماء.